شغال ايه بقى حضرتك؟ مع جوزك. جوزك كان شغال ايه؟ كان شغال على البهاري. فلاح يعني. هو متوفي من كام سنة؟ مش عارف بقري يعني اكتر من 15 سنة. بتشتغلي بتساعديه في الارض وكده؟ في المعاش للبهايم وده ونحش وهو يرمي للبهايم. من يومي وانا حزين. من يومي كنت شقيانة. من يومي وانا حزين. طب يا حاجة قولينا اليوم بتاع حضرتك بيبدأ ازاي؟ ما بتخرجيش من المكان ده انك قاعدة فيه؟ لا ساعات بطلع بطلع قدام الباب ولما ازهق اديني مكان. طب المكان ده احنا سمعنا ان حد هو اللي مديهولك الاوضة دي يعني. بنهالك؟ حد من اهل القرية يعني؟ حد من اهل القرية؟ بنهالك. طب انت بتاخدي علاج حضرتك او حاجة؟ ده مكفنيش 200 جنيه في الشهر. علاج؟ نفسي في العمر. في العمر؟ نفسك تطلعي عمرة؟ بس طبعا ظروفك مش مسامحة انك تطلعي. لا مفيش معايا. لكن دي امنيتك يعني. وقعتي فين؟ وقعت هنا بره. حصل لحضرتك حاجة؟ رجلي انكسرت. لا الف سلامة عليك. الف الف سلامة. طب حضرتك عايزة ايه مننا؟ انا عايزة سترتكم والرزق اللي انت تقوله.